الحادث يعيد إلى الواجهة مدى مراقبة الدقيقة لشاحنات نقل المواد المشتعلة ومدى ملائمتها مع إجراءات السلامة لتفادي حوادث بالغة الخطورة. روبورتاج لحسن هبان وعادل بوسكري. الساعة 4:15 مساء أمس يهتز الطريق السيار بين مراكش وأكادير فجأة. شاحنة محملة بقنينة الغاز اشتعلت فيها النيران في لمح البصر عند النقطة الكيلومترية 257. دوت الانفجارات متتالية. بلغ الحادث من القوة أن تناثرت قنينة الغاز على جنبات الطريق بفعل قوة الانفجارات. شوف 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 طايره في السماء. طايره في السماء بالله. شوف شوف البومبيه كيهربوا. واو اش بيديروا مساك الحيط الطوموبيل رجع. يا بطل